ابو الليل. ايوه استاذ حسين. تعال ابو الليل لو سمحت، عايزين حاجه سخنه للاستاذ مازن. مفيش حاجه سخنه، في مهلبيه. مهلبيه فكره كويسه جدا، واحد مهلبيه بسرعه. حاضر يا فندم. استاذ مازن، نعم. احنا هنعمل بروفا مع بعض في فقره، بنشوف احسن اغنيه انت بتحبها ايه نغنيها للجمهور، نغني حته منها كده. قول كده اي غنوه. نورا نورا ويا نورا يا وردة نادية بنورة، اسمك على رسم الصورة يا حلوة يا أمورة. نورا 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 يا ليلي يا ليلي. سالك يا استاذ مظهر، فعلا هم ليهم حق. خد لك كده معلقتين. لهم حق في ايه؟ خد معلقتين. يا سلام. ايوه سيدات السادة، مرة تانية معاكم برنامج قلقية على الهواء، ومعانا الفنان الكبير استاذ مظهر ابو النجا. ايوه معانا اتصال. ايوه مساء الخير يا فندم. هنجة بالوفا مع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة انا متابعة البرنامج ومعجبة بحلقاته جدا ومعجبة بحضرتك، يعني ما شاء الله زي القمر. شكرا، ده من ذوقك يا فندم. بس انا ليه اتابع على حلقة النهاردة؟ ليه يا فندم؟ لان مش معقولة يعني تستخف بعقول الجمهور لدرجة انك تطلع الضيف بياكل رز بلبن. ده مش رز بلبن يا فندم، ده مهلبية. ايه يا معقول؟ ايوه تخيل شفتها رز بلبن؟ لا ابدا. انا متشائمة جدا. لا ده مش رز بلبن، لان ده برنامج محترم. معانا رسالة.